تزايد أعداد المعتقلين جوه السجون المصرية، الواجب علينا كلنا إن إحنا نبتدي نتضامن مع كل معتقل ومع كل معتقل بيقرر إنه يدافع عن مبادئ ثورة 25 يناير. التضامن الحقيقي اللي نقدر نعمله للتضامن مع المعتقلين إن إحنا مش بس نبين إحنا قد إيه متضامنين معاهم، لأن ده بيفرق نفسيا جدا مع كل معتقل، بس إن إحنا نكمل المشوار اللي هم بدأوه. احنا عندنا اعداد المعتقلين بتزيد والاسباب بتزيد، ولكن المعتقلين الارض اللي بيدافعوا عن الارض والعرض الخاص بمصر ليهم كل التحيه وكل التقدير، ولازم احنا نكمل بقيه المشوار، نكمل طريقهم، ولازم النظام يعرف ان في الوقت اللي بيحبس فيه معتقلين، بيحبس فيه هيثم محمدين ومالك عدلي وزيزو عبده وحمدي قشطه وعلاء عبد الفتاح واحمد ماهر ودوما والاف الاف الاخرين وسناء والاف من المعتقلين، لازم يعرف ان قصاد كل واحد هيطلع 10 بيتضمنوا بيكملوا طريقه. احنا مكملين اللي بداوا المعتقلين، وحتى لو سجنوا مننا كل واحد بيسجنوه هيطلع قصاده 10، احنا مكملين والقضيه المعتقلين.